لنقف على الأسباب، ما هي الأسباب المفضية إلى تأخر الإنجاب لدى الرجل؟ أعتقد سؤال مهم وجميل جدا آيات. حقيقة لو نريد أن نضع جواب بسيط ومباشر، ما في عندنا أسباب واضحة معروفة مباشرة، لكن هناك كثير من الفرضيات في هذا الموضوع وأسباب ازديادها بالعقد الأخير من الزمن. نعم. هناك تأثيرات تحيط بالإنسان، تأثيرات بيئية وتأثيرات شخصية تتعلق بأنماط الحياة. فلو أخذنا مثلا التلوث الحاصل في المحيط الذي نعيش فيه من زيادة الأبخرة والسموم والسيارات وارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى نمط الحياة، نمط الحياة الآن هناك كثير من الشباب يعني يدمنون عادة التدخين والكحول، عدم الرياضة، زيادة الوزن، موضوع السوشيال ميديا وتأثيرها المباشر على الأزواج، سهر لوقت طويل، قلة في عدد ساعات النوم المريحة لديهم، بالإضافة إلى استعمال أدوات التواصل الاجتماعي. قد يكون لابتوب يضعه في حضنه ويرفع درجة هذا الحرارة. هذا ممكن دكتور يلعب دور؟ بالتأكيد يعني، ولهذا ننصح لو شرحنا طبيا ما علاقة اللابتوب لما يوضع الرجل في حضنه على أنه مثلا سبب له مشاكل تتعلق بالعقم. الخصية عشان تصنع الحيامن هي عضو جدا حساس. نعم. والحرارة عامل مهم جدا في هذا الموضوع. درجة الحرارة للخصية عليها أن تكون بقدر معين أقل من درجة حرارة الجسم، وبالتالي أي زيادة في التعرض للحرارة تؤثر على إنتاج الحيامن. ليس فقط استعمال اللابتوب، كذلك استخدام الجيم واستعمال غرف البخار والساونا لساعات طويلة، هذا أيضا له تأثير سلبي مباشر على إنتاج الحيامن لدى الرجال. دكتور، أنت من ضمن الأسباب اللي أوردتها هي قلة ممارسة الرياضة، لأنه بعض الشباب يلجأوا لممارسة الرياضة وللحصول على عضلات سريعة الظهور من بداية ممارسة التمارين الرياضية، يروح يلجأوا للهرمونات مثل التستوستيرون. هل التستوستيرون فعليا هنالك رابط بينه وبين تأخر الإخصاب عند الرجل؟ تمام. عملية إنتاج الحيامن هي عملية معقدة جدا. هناك مصنع اللي هي الخصية، وهذا المصنع تحت توازن هرموني من الدماغ. نعم. يعطي إعازات إلى الخصية، والهرمون الذكري هو هرمون مهم تنتج الخصية. نعم. حينما يكون المعدل التستوستيرون في الجسم طبيعي، أي زيادة في أخذه قد تكون له تأثيرات سلبية على الجسم وعلى الخصية بحد ذاتها، ولهذا حقيقة دائما ننصح الشباب أنهم يتوخوا الحذر في أخذ هذه الأشياء دون استشارة الطبيب المعني. في مجموعة فحوصات دكتور تجروها للرجل لما يجي مثلا يعرض المشكلة أمامكم، هل الفحوصات تعتبر شديدة التعقيد أم فحوصات بسيطة وممكنة؟ حقيقة أنا أنصح كل الشباب قبل الشروع في موضوع الخطوبة والزواج وبإجراء كشف عن طبيب مختص. نعم. وعملية الفحص السريري وبعض إجراء بعض الفحوصات البسيطة هي عملية جدا بسيطة، يعني ممكن يكون للإطمئنان مو فقط عند حدوث المشكلة. بالضبط، وقد يعني يعمل هذه الزيارة قبل موضوع الزواج. هناك سيرة مرضية يتم أخذها من المريض، وهناك فحص سريري بسيط جدا، ويمكن كل اللي نحتاجه هو عمل فحص سائل منوي. نعم. وإلى شروط معينة نتفق فيها مع المختبر، وأنا أنصح الشباب الذين ينوون عمل سائل منوي أن يعملوه في مراكز الإخصاب. عظيم. لأنهم أكثر ناس مدربين على عمله وعلى إعطاء نتائج دقيقة فيما يتعلق. عظيم. فيه كذلك قد نحتاج عمل بعض فحوصات الدم لقياس نسب هرمونات معينة، وفحص دوبلر سونار لمعرفة حجم وشكل الخصيتين، وكذلك نتأكد من وجود أو عدم وجود